بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثانية: الحقوق والحريات العامة. تناول الدستور العراقي النافذ للعام 2005 الحقوق والحريات، وهي مستوحاة من أهم ما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلانات الدولية الأخرى من مبادئ، وإن هذا الدستور شكل قفزة نوعية كبيرة في ميدان الحقوق والحريات، بالكاد أن ينفرد بها بين دول المنطقة بأسرها. الدستور العراقي عام 2005، تم كتابة الدستور في البداية كان تعرفون أنه 2003 تم احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة وإسقاط النظام السابق. نظام صدام كان ما عنده دستور، ماكو دستور كان قبل 2003. طبعا تشكيل الدولة راح يكون في البداية، تشكيل الدولة أنه لازم تخلي الدستور على أساسه تنتظم القوانين، أساسه يصير انتخاب ممثلي الشعب، أساسه تكون حقوق رئيس الجمهورية. كان في البداية الفكرة أنه كان اللي هي مندوبة الاحتلال برايمر، انه هو يأسس دولة ويخلي دستور وينصب هذه، لكن شعروا انه الشعب العراقي نشيط، يعني صدرت بعض المرجعيات انه مطالبات بإقامة الدولة على سيناريو معين وكذا وكذا، فخضع يعني المحتل لإرادة الشعب. يعني كان الدستور بدل لا يسوونه هم يخلونه، لا صار انه تمثيل شعبي وجمعية عامة لكتابة الدستور وحكومة مؤقتة. كان في البداية عام 2004، 2005 اكتمل التصويت لها، فأنه حصل التصويت على الدستور العراقي عام 2005. طبعا أن أكثر المحافظات صوت عليه، كان أكو ظروف معينة، وصح هنا تعبير على أنه إنجاز في هذه الفترة، يعني قفزة نوعية، لكن أنه مو كل فقرات الدستور كانت مرضية، لكن شنو صوت عليه الشعب في ظل الظروف. كان أكو قتل طائفي، كان أنه أكو قوة معينة تابعة للنظام السابق، تابعة لدول الجوار، كان أنه التفجيرات على قدم وساق، يعني قد يكون ما شاهدين تلك الأيام، كانت الجثث يعني في الصباح يعني في المزابل في بغداد، يعني ما تخلو الشوارع من جثث يعني للشيعة، لأجل شنو؟ لأجل إسقاط الحكم، لأجل أنه الاعتراف بأنه هاي ظروف طائفية، فما تصير بيها كتابة الدستور. تفضل عبد الخالق، تفضل. دكتور، بس كطلاب بدي يطلبون انه يدخلون، وانت بس بلا إيه، لا زحمة ممكن قدامي، تدخلهم؟ هم قدامي، أشوف اللي هذه أفتح، يعني أفتح للاستجابة، يعني يصير عندي صوت هنا، نبضة هيك فهي أشوفهم، يعني طالب واحد وهسه قبلت يعني. اوكي دكتور، اوكي. نعم، فكانت الظروف اللي أقرت بها فقرات دستور حرجة، يعني كان أنه بعض أساتذة الجامعات يثقفون على مسألة تصويت الدستور، يحثون الناس على تصويت الدستور، كان هو خيار واحد هو التصويت للدستور، يعني رغم شان بفقرات مجحفة، يعني رغم أنه وضعت به مصالح بعض الأحزاب اللي كانت في ذلك الوقت، يعني لكن ما كان أكو خيار آخر للعراقيين، حتى الشبك يعني كانوا دول يعني بعض 300 ألف واحد بالشمال تنازلوا عنهم وما رادوا يصوتون، يعني كانوا هم عايشين القاعدة كانت في ذلك الوقت مسيطرة على المنطقة وكانت تقصف بهم تقتلهم، يعني حاصرتهم من كل الجهات، يعني حتى الدستور كان ما رضى يعترف بهم مجاملة لبعض الجهات هناك في أربيل، يعني كانوا ما رضوا يصوتون، بس شنو يعني ضغطوا عليهم من جهة معينة يعني للمصلحة أو كذا أو كذا، فالدستور ما مرضي بكل فقراته، لكن أكو بفقرات لمسألة حقوق الإنسان، يعني مسألة حقوق الإنسان هي فقرات جيدة، يعني كانوا اللي كتبوها طلعوا على بعض الدساتير العالم
وأنه تعرفون هو يحتاج قوانين بعد مسألة الدستور، ويحتاج أيضا تطبيق، يعني إحنا مو مجرد قانون سوينا قانون التزم به الجميع وتحققت فقراته، لا يحتاج شعب بعد يفرض، يعني حاكم الحكومة على هذا الدستور، يعني تكون نشاطات حصلت جيدة في مواقع التواصل الاجتماعي اعتراضا على حادثة البصرة قبل كم شهر، لما بالسيطرة ألقوا القبض على شخص وألقوه بشكل عنيف يعني ما على مبرر، وبعدين بالتحقيق يعني مات من التعذيب اشتباها بمجرم، واتضح أنه هو بريء يعني. فصارت اعتراضات في مواقع التواصل الاجتماعي، بس بعدين شوية شنو خفت يعني. صارت بعدها حادثة أخرى، صارت حادثة هاي بجبل بابل قبل فترة، هذه كلها مخالفات لحقوق الإنسان، مخالفة للدستور طبعا. فالشعب لازم يطالب، يعني يطالب بحقوق الإنسان، يطالب بتطبيق حقوق الإنسان، مو مجرد خليها بالدستور انتهت بعد طبقت يعني والتزم بها الجميع، لا السلطات الحكومية في كل بلدان العالم، يعني مو بس بلدنا، يعني كل بلدان العالم تخالف إذا أمنت من الشعب، يعني ديمقراطية يصنعها الشعب اليقظ، يعني إذا الشعوب يقظة ما تقدر حكوماتها تخالف القانون، ما تقدر تظلمها خاف منها، يعني ماكو حكومات نزيهة في دول العالم يعني، لكن أكو حكومات تخاف، وأكو شعوب حاضرة تابع تعترض. فإذا تركت الحقوق للحكومات هناك فقرات مهملة يعني. فهم ما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مستوحى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الإعلان العالمي راح نجي له إن شاء الله، هو إعلان أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1958، بعد مدة من الحرب العالمية. فهذا الإعلان يتضمن فقرات لحقوق الإنسان في حالة السلم وفي حالة الحرب، يسمى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلانات الدولية الأخرى من مبادئ. وإن هذا الدستور شكل قفزة نوعية كبيرة في ميدان الحقوق والحريات، ويكاد أن ينفرد بها بين دول المنطقة بأسرها. لكن يبقى الأهم جدا مدى الالتزام بهذه النصوص، مهم جدا يعني، الدستورية من قبل السلطة التنفيذية التي غالبا ما تميل إلى انتهاك هذه الحقوق بحجج الضرورات الأمنية يعني وغيرها من الحجج. عادة الدول، هذا الكلام طبعا يظهر على أنه محلي، يعني كاتب هاي المقالة يقول هو. تفضل عبد الخالق، رافع إيدك تفضل. خلينا نكمل. السلطات التنفيذية لها حجج يعني في تعطيل الدستور. طبعا احنا ما أعلنت عندنا، تصور حالة الطوارئ من 2003، حالة الطوارئ عادة تعلنها الحكومات حتى تخالف الدستور، تجمد العمل بالدستور. لما تصير طوارئ بالحكومة السلطة التنفيذية تلجأ إلى هذه، طبعا أنه إعلان حالة الطوارئ بمعنى عذر رسمي لتجميد الدستور، ما يحاكم بعده الحاكم يعني. طبعا أكو مبررات لهذه الأمور، يعني طوارئ أحيانا تكون نتيجة كوارث طبيعية، نتيجة مثلا حالة أمنية غير مستقرة في الداخل، نتيجة حرب، في بعض الأحيان يعطل الدستور حجة ضرورات أمنية وغيرها من الحجج. طبعا لا، هم يخفون أنه المسألة مخالفة الدستور يعني هي حاصلة مخالفات الدستور يعني. تفضل حسين الكاظمي. نعم، أكو هاي أكو هنا إشارة أيقونة تضغطها بمعنى ترفع إيدك تريد الكلام يعني. على كل حال أنتم خلونا شوية ناخذ فرصة كمية يعني من الدراسة، وبعدين نقدر نناقش يعني. فتصير مخالفات دستورية في المناطق اللي ما يسلط الإعلام عليها، يعني حتى بعض الحكومات أحيانا تخالف الدستور، مثلا تعيين موظف لكذا، إقرار قوانين حصرا بيد الحكومة ترسلها للبرلمان، البرلمان ما يقدر يقترح قوانين، وهكذا. كل هذه مخالفات، لكن أنه الشعب ما كان عنده من مقدمات مثلا رعاية الدستور يعني. أصبح مثلا رئيس الجمهورية اللي هو مشرف
على الدستور لا ما يراقب هاي الحكومة، يعني أداء الحكومة وخلافات الدستورية. المدعي العام اللي هو المفروض يطالب بقضايا الشعب أيضا ما يراقب هاي المسألة. الناس ما تهتم بالمخالفات الدستورية، يعني ما تهتم بالقضايا اللي تمس حياتها مباشرة. فلا زالت المخالفات الدستورية لا زالت، ونحتاج هواي من مؤسسات المجتمع المدني للتنبيه على هذه المسألة. إلا أن التداول السلمي للسلطة ووجود برلمان منتخب وقضاء مستقل وصحافة حرة ورقابة الشعب هي ضمان حقيقي لصيانة الحقوق الواردة في هذا الدستور. الخلطة الديمقراطية، التركيب الديمقراطي، لما اقترحوا خبراء يعني المفكرين مع أوروبا بعد مجموعة من الصدمات، بعد أنه كانوا في البداية أخبرناكم يعني في المحاضرة السابقة أنه كان عهد الملوك، ملوك اللي حكموا أوروبا، وكان أنه الشعب يعني ما ينافس يعني ولا يحاول تبديل الملك، لا الملك وعائلة الملك هم منهم يختارون السلطة يعني. بعدين أنه بعد سقوط لويس السادس عشر صارت أنه مجموعة اعتراضات ومجموعة ثورات، وصارت أنه أوضاع فوضوية في فرنسا، فكان أنه ظهر نابليون وصار هو باعتبار بطل، صارت له شعبية بالبداية. بقى الوضع ما مستقر يعني سنوات طويلة، يعني سنوات يعني عشرات السنين ربما 100 سنة. صارت اقتراحات، قبلها كانت اقتراحات نظرية يعني ما واردة للتطبيق، من قبل يعني جان روسو، من قبل هيجل، من قبل مجموعة مفكرين يعني مونتسكو، أنه كل حاكم يصعد هو تفسد السلطة حتى وإن كان نزيه، يختار الشعب ويكون بالبداية نزيه بعدين تفسد السلطة لما يشوف القرارات كلها. بما أنه ما موجود حاكم معصوم، كل شخص إذن ممكن يفسد. إذن شنو الحل إذا ماكو معصوم؟ يقولون أنه السلطات نقسمها، يعني ما نخلي بيد السلطات. فكروا لو أنه شنو القرار الحكومي يتألف من شنو؟ يتألف من تشريع أحيانا يعني شرع وقضاء، تنفيذ القوانين وتنفيذ مثلا البرلمان يشرع على أنه هذه عقوبة كذا، مثلا خلى فقرة على الدستور، مثلا بالدستور يجي القضاء من يطبقها على المجرم مثلا المخالف، هذه مهمة القضاء. من ينفذ حكم مثلا الإعدام؟ ينفذ السلطة التنفيذية. فإنه الضمان لتحقيق فقرات الدستور هو تقسيم هذه السلطات، حتى شنو؟ حتى سلطة بفعل التنافس تضغط على سلطة أخرى. إنه البرلمان يتكلم يعترض على الحكومة، الحكومة تخاف مثلا من القضاء. فكل هاي السلطات هي مستندة إلى الشعب. إيش؟ إنه في الصراع الطبقي الطبقة الأضعف هي الشعب. لما يصير صراع طبقي تنسحق الطبقة الأقل أضعف، طبقة العمال بروليتاريا يسمونها في أوروبا كانوا يعني. ففكروا بعضهم مثلا كارل ماركس كان يفكر بفائض الإنتاج اللي يروح لأصحاب رؤوس الأموال على حساب اليد العاملة، صاحب المصنع مثلا ينطي شيء قليل للعمال حتى لو ازداد الربح مالته. هذول البرجوازيين وأصحاب رؤوس الأموال، البرجوازيين هم طبقة أصحاب رؤوس الأموال. كان في أوروبا عصر الإقطاع، عصر الإقطاع كان الإقطاعي يملك الأرض ويملك الفلاحين وياه. بعض أولاد الفلاحين راحوا اشتغلوا كمهن في المدن، يعني صار عندهم رؤوس أموال، صار عندهم مصانع، ظلوا يشترون المدينة من الإقطاعي في فترات ضعف الإقطاعية في أوروبا يعني. فظلت تشوفون في بعض المدن السنة تنتهي من نهاية بورغ، هامبورغ، لوكسمبورغ، ستراسبورغ إلى آخره. هذه شنو معنى بورج؟ برجوازي، يعني هاي المدينة اشتراها البرجوازيين، صارت رؤوس أموال، ظلوا ينافسون
الحكومة تحتاجهم، الحكومة تستقرض منهم في مقابل أنه تعطيهم قوانين معينة تقوت هاي الطبقة البرجوازية. فماكو كانت عندهم قوانين لحماية العامل، عامل هم رجع مضطهد مرة ثانية. شنو فكروا من ضمنهم ماركس. ماركس فكر على أنه الشقاء المجتمع من سبب الصراع الطبقي. الصراع الطبقي لما هذول يشوفون نفسهم أصحاب رؤوس أموال عالية يسعون إلى التكبر ويسنون قوانين تخالف أي أخلاق معينة، خصوصا أنه البرجوازيين ذول حاربوا الكنيسة فظلوا يحاربون الدين على مود يسقطون الكنيسة. صارت نزعة مادية برجوازيين استخدموا كل أساليب يعني غير يعني غير الأخلاقية في سبيل تثبيت سلطتهم يعني. فشلون أنه يضمنون حقوق العامل؟ ماركس كان يقول أنه زوال الدولة، الدولة لازم تزول. هون الدولة تزول وتزول الملكية، يعني ماكو ملكية أصلاً. يوصل المجتمع إلى مرحلة يسميها الطور الشيوعي الأعلى، إنه ما تكون دولة والشخص يروح ياكل ياخذ اللي يحتاجه من أكل وطعام وكذا ويعمل يعمل مثلا. طبعا هي هذه الفكرة هواي مبالغ بهم من ناحية نظرية، يعني إنه شلون الإنسان يعمل بجهد وذاك يعمل بكسل ياخذون نفس الشيء. وليش الإنسان ما يملك قطعة أرض، ما يملك مثلا كذا، ما يملك سيارة كلها للدولة؟ هذه كلها أمور يعني ما وضع منهج تربوي. يعني إحنا بالإسلام مثلا من نقول الإنسان ضحي على مود المجتمع نقول له في الآخرة إلك ثواب يعني. أما هناك يعني خصوصا يعني الشيوعية يعني موقفها من الإله يعني مو تمام، فشلون يقدرون يربون الناس حتى يوصلون للطور الشيوعي الأعلى؟ هاي كانت أحد الأفكار لمعالجة الصراع الطبقي. في الديمقراطية قالوا لا، إحنا نخلي السلطة بيد الشعب. ليش تصير انتخابات؟ السلطات كلها ترجع بيد الشعب، بمعنى أنه السلطة القضائية لازم بيد الشعب، السلطة التنفيذية بيد الشعب، السلطة اللي هي شرع القوانين بيد الشعب. هذه لما تكون بيد الشعب هاي الأمور، يضطر الحكومة أنه تجامل الشعب. لكن هذا اللي يصير، أول شيء السلطة القضائية بالعراق وغير العراق ما نصبها الشعب، يعني نصبها برايمر بالبداية وبقت إلى حد الآن. يعني ماكو آلية لتنصيب السلطة القضائية، هاي واحدة. ثاني شيء السلطة التنفيذية مشكلة في جميع دول العالم، أنه السلطة التنفيذية هي تفرز من قبل السلطة التشريعية. يعني احنا الشعب شو ينتخب؟ ينتخب برلمان، ما ينتخب الحكومة نفسها. البرلمان يتفقون ويفرزون الحكومة التنفيذية. أصبحت السلطة التنفيذية تابعة للبرلمان للسلطة التشريعية، يعني ما فصلت السلطات. هم يعني مثلا القوة اللي تقدر تفرز رئيس الوزراء راح تقدر تدافع عنه في البرلمان، ما سوينا شيء يعني. لهذه الأسباب ولغيرها من الأسباب أصبح وجود ضرورة يعني قوة رابعة، سلطة رابعة، وهي الإعلام، حتى يثقف الناس. يعني إذا كان البرلمان ممكن يتواطأ ويا حكومته، الإعلام يوضح للحكومة، يوضح للشعب أخطاء يعني الإعلام، أخطاء الحكومة التنفيذية والتشريعية، ينتقد. لكن أيضا هذه الآلية هم أنه تخضع للمال. الإعلام أصبح يعني قبل كم سنة يعني كان أنه إنفاق القناة، مثلا قناة الجزيرة القطرية تنفق مليون دولار باليوم الواحد، إنفاق هائل. يعني ما تقدر سلطة محلية أو جهات حيادية أنه تنشئ قناة مخصصة لتثقيف الشعب لمراقبة الحكومة، يعني ماكو هيك يعني. فاحتاجي أنا شنو؟ احتاجي أنا إلى السلطة الخامسة، وهي شنو؟ مؤسسات المجتمع المدني. مؤسسات المجتمع المدني هي مؤسسات شعبية، يعني يأسسها الشعب ومو تبريرية. أي مؤسسة حكومية
لما أنه يكون تمويلها من الحكومة راح تبرر لسلطة الحكومة. لما مثلا مسؤول الإعلام العراقي يعين رئيس الوزراء، طبعا هو راح يجامل رئيس الوزراء أيا كان، يعني أيا كان اللي تخليه يكون متحكم به رئيس الوزراء، يقدر يفصله يقدر كذا. هيئة الإعلام مثلا العراقي هنا متابعة لرئيس الوزراء، شلون تقدر تنتقد الحكومة؟ شلون تقدر تدافع عن الشعب وتثقف لصالح الشعب؟ فهذه مشكلة فيه، لكن يقولون هو هذه الخلطة أفضل شيء. يعني مؤسسات المجتمع المدني أيضا تحتاج شنو؟ تحتاج تمويل، ومخصص أنه أموال تعطى قرابة يعني 70 مليار. 70 مليار من اللي ينفق عليها رئيس الجمهورية، لكن ماكو إنفاق فعلي. يعني المؤسسات يأسسها هي المؤسسات التابعة لحزبه، يعني فتعتبر هذه يعني من موارد المنصب مالته، فينطيها إلى مؤسسات خاصة به هو يأسسها يعني. فيروح عندنا 70 مليار، 70 مليار مخصصة للإنفاق يعني على مؤسسات المجتمع المدني. ما يعني تسوي لك أنت مؤسسة وتسجلها هنا ما ينطونك شيء يعني. فهذه التقسيمات مال الديمقراطية، فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والسلطة الرابعة الإعلام، والسلطة الخامسة مؤسسات المجتمع المدني. هذه تركيبة في بقية دول العالم، إحنا موجودة من الناحية النظرية، وجود قوانين لها، لكن يحتاج الشعب يفعلها، يحتاج يمشي بهذا الاتجاه، لأن هذه شنو ضمان لاستقرار الدولة. إذا تخلخلت هاي الأمور، مثلا ماكو مؤسسات مجتمع مدني، راح الإعلام يثقف بما هو، خصوصا الإعلام منفتح، يعني حتى دول أجنبية تتدخل في التأثير على الرأي العام في الشارع العراقي. واضح يعني هذا المسألة جدا يعني. والسلطة البرلمانية، البرلمان التشريعي هو يفرز الحكومة يعني. صارت مطالبات بأنه يكون انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة، حتى يصير له يعني سلطة مباشرة، يعني ما يسيطر عليه مثلا البرلمان. هناك مطالبات لأنه تكون رئاسة الحكومة من انتخاب رئيس الحكومة انتخاب مباشر. طبعا أنه هذه الرؤية تقسيمات السلطة تعتمد على القرار قبل 300 سنة، قرار الحكومي لما حللوه مفكري أوروبا مثلا، قال هو يتكون من تشريعي وتنفيذي وقضائي. لكن هسه نشوف أكو مثلا سلطة رقابية، تعني الحكومة رقابة، كان الملك وحده يسيطر بعض الأمور، تعرف بي يعني الطبقة السياسية تعرف بالقرارات مالته، لكن أصبح رقابة. يعني نحتاج رقابة على المؤسسات، يعني كانت الوزراء شيء بسيط يعني تقدر تراقبه، أما هسه تحتاج سلطة رقابة، تحتاج مثلا تسن لهم قوانين أنه هذه السلطة الرقابية تراقب البرلمان. البرلمان ليش مثلا ما ينقل جلساته مباشرة؟ من يراقبه؟ فلازم أكون سلطة رقابية. زين، تحتاج سلطة مثلا تعزل القرار المالي عن القرار التنفيذي. لما مثلا اكو قرار مالي لنقل الاموال، تصرف الاموال، هذه لما اخليها بيد السلطه التنفيذيه راح تختلط، يعني راح تقدر تشتري الذمم، راح تقدر تاخذ عمولات. فساد الكوميشن هذا شيء عالمي يعني، من الصعب السيطره عليه، لانه هو المسؤول مثلا ما ملزم بقبول اقل العطاءات. لما تجي شركات معينه هو يدز المساعد مالته، يدز ابن عمه، يعطون كذا، حول الشغل عليكم يعني المسؤول التنفيذي يعني، فيضطرون إلى دفع عمولة. هذه ما ممكن السيطر عليها، لأن هذا الشخص يعني إذا مسكه مثلا أي سلطة قضائية أو رقابية راح يقول هذا ما يمثلني، وإذا هذول ما أنطوه ما يتحول عليهم المشروع، فيبقى أنه القرار التنفيذي بيد يعني هم بينه يتحكم بالقرار المالي. القرار العسكري، السلطة العسكرية، أنه تشوفون الانقلابات في التاريخ صارت هواية في التاريخ الحديث. ليش؟ لأن السلطة العسكرية راح تصير هي سلطة تنفيذية، فيطمع قائد الجيش هو يصير تنفيذي.
لو كان مفصول يعني وما مسموح لشخص عسكري انه يرشح يعني، فهاي من عيوب الديمقراطية راح ناخذها بدرس الديمقراطية ان شاء الله. بس هسه حتى نقول لكم انه شنو الخلطة اللي تحفظ الدستور العراقي يعني. تقسم الحقوق والحريات بينها التي بينها الدستور العراقي النافذ الى عدة حقوق. الحقوق والحريات الشخصية، اكو حريات شخصية هذه اللي هو محاضرتنا اليوم. وتشمل هذه الحقوق والحريات أنواع عدة، يعني متعلقة بالفرد، حقوق متعلقة بالفرد يعني أنواع عدة ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة الإنسان وديمومتها يعني ديمومة حياة الإنسان، والتي تمثل بالآتي: الحق في الحياة، تكلمنا سابقا يعني من الحقوق اللي فرضتها الشريعة الإسلامية هو الحق بالحياة، وهو من أهم حقوق الإنسان، إذ يتقدم على الحقوق الأخرى. لذلك يجب على المجتمع والدولة المحافظة على أرواح الناس حمايتها من عبث العابدين ومن تعسف سلطة الدولة. الدولة قد يكون يعني أنه تستهين بحياة الناس في سبيل مثلا لا أقل يعني مسألة أنه حفظ حياة الناس من حقوقهم يعني. أقل مسألة الإجهاض، مسألة الإجهاض الإنسان في بطن الأم، هل يجوز لها أنه تتنازل عنه يعني أو تسقطه وهو حي يعني، يمتى يكون حي؟ هذه هي مشكلة أيضا، مشكلة عالمية تقع المخالفة بها من قبل دول كبيرة يعني. حق الإجهاض، هل يا ترى الطفل في بطن أمه تملك الأم أمه يعني أو أبويه أنه حق يقررون إجهاضه وقتله؟ طبعا قتله هو يعني يكون بتقطيعه وإخراجه وكذا. البعض حدد سن معين، هذا قال بعد مو حي يعني إلى هاي الفترة، على خلافات معينة، خلافات طبية وخلافات قانونية، لكن هذه مما يؤرق يعني المطالبين بحقوق الإنسان، معناه أنه يطالبون حتى وهو ما يطالب بشيء يعني. وهو من أهم حقوق الإنسان اللي يتقدم على الحقوق الأخرى. لذلك يجب على المجتمع والدولة المحافظة على أرواح الناس وحمايتها من عبث العابدين ومن تعسف سلطة الدولة. ضربنا لكم مثال في بعض المشاريع اللي تحدثوا عنها أساتذتنا، أنه يسد الموصل، سد الموصل كونكريتي كان، وكان صب الكونكريت يعني لابد أنه يبدي من البداية إلى النهاية في صبة واحدة يعني، ما يخلون الكونكريت يجمد ومنها يصبون فوقه، لا طبق واحد. فكان تعلق المضخة يعني مضخمات الكونكريت تعلق في بعض في الحديد والهذه الشبكة الحديدية، فينزلون كان العامل الصيني ينزلونه يعني يتبرع يعني، يوقع على أنه أنا أتنازل عن حياتي إذا علقت مثلا فيقدرون يصبون فوقها يعني. كان أنه الصين تمر في حالة فقر كبير يعني، كان العمال الصينيين أقل أجرا، طبعا هاي تنعكس عليهم على نفسياتهم، اللي ترى احترام لحق لحياته وغير، يغامرون كانوا يوقعون وينزلون فيعلق يصبون فوقه، هذه موجودة يعني. طبعا هو عامل أجنبي وجاي وحده ومع العائلة ومع الحكومة الطالب بيه بذاك الوقت، فكانت هذه من مبررات مثلا للتنازل عن الحياة يعني. الحق في الكرامة والحرية والسلامة الشخصية. الكرامة أيضا وهي الحياة يعني، ما يجوز واحد يهين كرامة شخص آخر، ما يجوز للحكومة أنه تهين كرامة شخص آخر. الحرية والسلامة الشخصية، سلامته يعني تضمن سلامته من هذا واجب على الحكومة، حريته أينما روح حريته. طبعا أكو هاي أمور يعني مثلا ممكن إدخالها في الحريات، في مثلا احترام الوقت أيضا، احترام يعني ملكيات الشخص، احترام حقه يسمونها قانون الضوضاء مثلا، ما تقدر انت مثلا تسوي هوسه بالشارع مثلا، تسوي احتفال عام صاخب بالشارع، كل هاي حق المواطنين. اللي يعرف يعني يدافع عن حقه بهاي الطريقه يعني يقدر يكسب قضيه. في محافظه الديوانيه قبل كم سنه شخص رفع دعوه على وزاره النفط ولا توزيع المشتقات النفطيه، كانت السيارات ما النفط تستخدم الهورن، هورن قوي
حتى من تجي للغاز، يعني حتى الناس تجي تدرس منها يعني دبات غاز وهذا ما ادري يعني قناة الغاز. فرفع قضية عليهم انه وتحولت نغمة يعني بدال ما يستخدموا هورن ظل يستخدمون هاي موسيقى، يعني قرها السلطات المحلية انه الموسيقى يعني دلالة على انه اجت سيارة مع الغاز. فاستخدم القانون وربح القضية، فأثر يعني. شوف شلون ممكن شخص واحد يرفع قضية غير عليه يعني. نعم تقدر بالمحكمة لما أي شيء ترفع قضية للحكومة، حتى ممكن رفع قضية مثلا على رئيس الوزراء أن تأخر راتب العامل مثلا، نحكي من ناحية القانون، عامل بالبلدية مثلا تأخر راتبه والمفروض حد معين مقرر يعني. يرفع مثلا قضية على وزير المالية على رئيس الوزراء ولازم يوفر له الراتب، وهي قضية تعويضية من على أموال اللي تأخرت. فالحق في الكرامة، ما يقدر مثلا بالسيطرة يهين كرامة الإنسان، هاي كلها حقوق يعني مثبتة بالدستور يعني. السلامة الشخصية، ما يقدر مثلا الموظف الأمني يستخدم أدوات للتفتيش والكذا مؤذية أو تسبب جرح إيذاء يعني، حتى إيذاء نفسي ما يصير يعني. لا معنى لحق الحياة من قيمة، لا معنى لحق الحياة من قيمة ما دام الإنسان يعني لا قيمة لحق الحياة ما دام الإنسان يعيش في حالة قهر وظلم وإهدار لكرامته الإنسانية، ولا يحظى بالحماية اللازمة لجسد الإنسان ونفسيته، لابد من نفسية يعني. حتى ضمن القوانين مثلا ما يجوز أبو المرور ما يقدر يقول لك سنويتك ويحتفظ بالسنوية عنده يعني، هذه ما لها معنى يعني، هذا شنو مخالفة قانونية ينحكم عليها 3 شهور اللي يحجز السنوية. أنت تطلع على السنوية، تطلع على الإجازة وترجعها له، ما يجوز تخليها بجيبك حتى ينزل بالسيطرة. هاي اللي يصير مرات أحيانا، احنا عندنا بالنجف هم ينصبون سيطرات فجأة، الاستخبارات تنصب سيطرات، هنا بعض الجهات الأمنية لابسين مدني فجأة ينصب سيطرة وتعال ياخذ الهويات، وانت تروح يعني المكان هو يطبقها بالحاسب، انت تروح لتنزل من السيارة وتروح لازم، والا تضيع هويتك. فهذه كلها مخالفات ايضا لحقوق الانسان. هاي المبررات الامنية اللي يستخدمونها كان ممكن مثلا يسوون لك هذا فيس ريكوجنيشن، تمييز الوجوه، او هو رأسا انه عنده مثلا مباشرة حاسبة معينة، عنده مثلا داتابيس وياه بجهاز سيارات، حتى ما يحق له مثلا ينزل الناس السيارة تفتش. وهذه كلها هذه مخالفات يعني واجب كل واحد، مو فقط أنتم يعني المجتمع، يطالب بها يرفع الاعتراض عليها، يقدر مثلا المحامي هو يرفع قضايا مدعي عام إلى آخره. هذه ضرورية جدا يعني، أنت تلك السلطات التنفيذية راح تسحب قليلا قليلا على حقوق الإنسان. الحق في الخصوصية يقصد أن الإنسان مظهرا شخصيا يتمثل بحياته الخاصة باعتباره فرد قائم في ذاته، له خصوصيته وأسراره والتي لا يجب أن يطلع عليها الآخر مطلقا بغير إذن. ما يقدرون يتجسسون مثلا على المكالمة، ممنوع مثلا قانونا تتجسس على المكالمات مالت الإنسان يعني بغير إذن، بغير إذنه هو يعني. لكن هم مثلا عادة لما تكون جريمة خطيرة يصدرون أمر أن القاضي يجوز مثلا التجسس على الشخص. عندهم بعض فقرات القانون لما يكون الشخص خطر على المجتمع يجسسون عليه. وإن كفالة هذا الحق تتطلب صيانة حرمة المسكن وسرية المراسلات. حتى القبض مثلا يمر بمراحل قضائية، مثلا لما يصدر إلقاء قبض على واحد، مو يجي مدني للبيت وياخذه وكذا، لا يجي الموظف مال يعرض أمر إلقاء القبض على المختار مال المنطقة، يجي هو المختار. هذه قضية قبل كم يوم كانت في مصر، دخلوا على شخص كسروا الباب الخارجي ودخلوا موظفين مدنيين يعني بوليس وكذا، قالهم أنتم شنو؟ قالوا إحنا كذا وتعالوا يعني. قالهم لا، ما عندكم أمر قضائي، أنتم كسرتوا الباب. وبقى الباب هذا اللي يتكلم الباب الداخلي باب حديد يعني ما قدروا يكسرونه. فرفع عليهم قضية انه اتلاف الممتلكات ومحاولة اختطاف من هذا الموظف يعني البوليس بصفة المدنية، ممكن نفذ جريمة اختطاف خارج القانون
انت تجيب لك شخص تاخذه لمركز الشرطه، انت ما ماخذه من الشارع، جاي من البيت، يعني شلون اقتحمت بيته؟ طبعا انا اثنيت على الاعلان مع القرار وقلت لهم هيك يعني تنبني الدول وجيد وهذه، شجعتهم يعني اللي اقدر له كمعلق من المعلقين. لكن هي هاي الحالات يعني إدانة الموظف الحكومي شيء ضروري، لأن يعني عادة يعني ضابط مثلا مال التحقيق ما يهتم لهاي المسألة، يعني يلقي القبض على الشخص وبعدين أما يعترف أو غير شيء. لا، هي هذه حتى المجرم هم إلى حقوق، حتى المجرم هو متهم إلى أن تثبت إدانته، هاي الفقرة بالدستور أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، يعني بعد قبل التحقيق تعتبر بريء يعني. فلما تحتدي على تدخل بيته مثلا بدون إذنه، هاي كسر الخصوصية، هاي مخالفة قانونية، ما تبررها والله بعدين راح يعترف، لا هاي ماكو يعني كفالة هذا الحق. طلب صيانة حرمة المسكن وسرية المراسل، طبعا دول أمين الضباط هم عندهم خبرة مرات، يعني ما هي يعني ما يلقون القبض شلون ما كان يعني صح، لكن تصير حالات هواي مو قليلة، يعني صحيح نسبتها قليلة بس هي حالات هواية لأبرياء يتأذون من مسألة وسائل التحقيق، مسألة اتباع الظن، وهذه حتى وإن كانت قليلة فهي شيء ما ممكن القبول به وما ممكن أنه الرضا به، وشيء يعتبر كرامة الإنسان شيء عظيم يعني. أما عند الدين فهي يعني حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة، ثبتها الإسلام يعني ووجدت بها روايات كثيرة، على مود تصير عرف عام ما هي حتى تثور الناس، يعني إذا صارت هاي المسألة كرامة المؤمن، كرامة المؤمن إنسان إذا فقد كرامته هو يتأثر على سلوكه، طموحه مثلا للمعالي يعني راح يفشل. يعني أحد الأشخاص يحكي يقول أنا من كنت الطفل شجعني المعلم مالتي، فكنت مبدع يعني، تشجيع المعلم مالتي احترمني نظر لي بإعجاب، هذا بالأول ابتدائي. بالخامس بنهاية الابتدائية يقول شافاني مخالف بالاصطفاف شوية ضربني نفس المعلم، يعني يقول ظليت فقدت يعني شعوري بالتفوق، شعوري مثلا أكون من الأوائل، لا لأن أنا طفل ويصير حساس جدا يعني. حق الكرامة يعني قتل الإبداع بي، قتل مرحلة التفوق، صار بعد طالب عادي ما يهتم بهاي المسألة. الكرامة شيء يعني ممكن إذا أنت ذات أذيت انجرحت تنساها يعني، لكن تبقى مسألة إهانة الكرامة عند الإنسان خصوصا اللي يعني مو كلش مهذب نفسهم، يعني صعب يتجاوزها، صعب يتجاوز إهانة الكرامة، تبقى عالقة بذهنه، عالقة بقلبه، تأذيه. فمسألة الكرامة لا، يعني حتى الشعوب على مستوى كرامتها، يعني الشعوب اللي يعني تقدر تبني وتقدر مرة ثانية إذا تحس بالكرامة، ما الشعوب مثلا المهينة اللي فاقدة كرامتها ما تقدر تعيد البناء، ما تقدر تطمح، ما تقدر تنافس إلى آخره. في الأسرة يعني المرأة إذا فقد الكرامة، الطفل إذا فقد الكرامة، شيء خطير جدا على النفسية العامة، ممكن أنه يسبب انحراف إلى الجريمة، للانتقام أو لفرض الاحترام، ولا عدة أسباب نفسية هاي تدرس المفروض بعناية. فحرية الإقامة والتنقل أهم الحريات اللي كفلها الدستور، يعني أن يكون المواطن الحق في الإقامة بأي جهة ومكان يريد، يعني ما يصير مثلا هسه اللي تقوم به السلطة في كردستان شمال العراق أنه ممنوع مثلا يمنع بعض الشخصيات يجون لهناك يعني أو يسكنون، والمفروض بحسب الدستور تقدر تسكن في أي بلد يعني في أي محافظة من العراق، يعني تروح هناك تشتري قطعة أرض وتدخل يعني وتسكن، هذه ما يصير يعني. حتى عندنا يعني القوانين هسه اللي تصير مخالفة دستورية، قوانين اللي مثلا ممنوع ولا شنو على مود لا تصير تغيير ديموغرافي مثلا، لا مسموح بحسب الدستور تسكن في أي مقام من العراق. وعندنا مثلا قوانين مثل نقل الأثاث، يعني نقل الأثاث لازم موافقات رسمية حتى تنقل الأثاث، يعني مخالفة دستورية ليش أثاث هو أرد نقله يعني أرد أبيعه أرد كذا، هاي من المخالفات يعني. فحق المواطن المقام بأي جهة ومكان يريد، ولكن هذا الحق يرد عليه تقييد بموجب القانون ولأسباب يقدرها المشرع وبصفة استثنائية استثناءات. أما
أما حق التنقل فيمكن الإنسان التنقل من مكان إلى آخر والخروج من البلاد. شوفوا هاي الأسباب هسه الموجودة هي أسباب سياسية، يعني السياسيين خايفين على شعبيتهم في مناطق معينة هم جايرينها يعني لهم، هذه مناطق تنتخبنا يعني، فيمنعون مثلا انتقال من محافظة إلى محافظة كذا. على كل حال يعني مو مثلا جهات، مرات أكو أسباب أمنية معروف بها، يعني أسباب حالات طارئة، مثلا منطقة ما خلوا واحد يسكن بها، بها مثلا شعاع نووي، بها مثلا منطقة خطر، بها مثلا تضخم سكاني ممكن تصدر قرارات. أما أنه هيك مجرد أنه تبعية سياسية لا، هذه مو مبررات يعني. أما حق التنقل فيمكن للإنسان التنقل من مكان إلى آخر والخروج من البلاد والعودة إليها بدون تقييد أو منع إلا وفق القانون. يعني تعجب مرات بعض الموظفين في المطار يعني ماخذ الشمرة مال نظام صدام، نظام صدام كان ما يخلي واحد يطلع من العراق، بشدة واحد يطلع للمرض أو لأي شيء آخر للدراسة، ما يخلي أي واحد يعني. هذول الموظفين بالمطار يعني يحققون بطريقة همجية جدا مع الشخص اللي يريد يطلع، يعني هو طالع سياحي، شنو أنتم مثلا تحققون وياه بهالطريقة هذه؟ شنو هو شارد يقدر يعني يركب طيارة ويروح لأي بلد ما معارضين عليه؟ بس شنو، شوف شلون لما فترة واحد يتعود، الشعوب تعود على طريقة معينة بالتعامل، ياخذون شلون ياخذون شمرة وياخذون غير شيء يعني. الشخص يطلع للخارج، انت شنو جابره هنا، انت شنو موظف، انت بال يعني هذا شلون، هذا اشبه بالعداد او غير شيء بالبداية يعني، مو شيء يعني هروب من النظام وغير شيء يعني. بالعكس الحكومة هي يمكن مرات تفضل الناس تشرد يعني. حق الانتقال والخروج من البلاد هذه ما المفروض ما يعارض عليها الإنسان يعني، من دون تقييد أو منع إلا وفقا للقانون. طبعا الشخص الموجود عليه إلقاء قبض مثلا ما يصير يخرج خارج البلاد. خامسا حق الجنسية، تمثل هذا الحق بأن يكون الإنسان منتميا منذ لحظة ولادته وحتى وفاته لدولة من الدول موجبه يتمتع بالحقوق الأخرى. الجنسية هي الرابطة القانونية التي تربط الفرد بدولة ما، والتي تمنحه صفة المواطنة والانتماء إلى وطن ولد في هذه البلاد مثلا من أبوين. طبعا قرر بالدستور أنه لو أم عراقية هم يعطى، يعني هاي فقرة تحكم بها السياسيين، لأنه ليش بناتهم كانت بالزوجات خارج العراق من شخصيات من جنسيات أخرى، فحتى أولادهم يحصلون جنسية عراقية بالإضافة إلى الجنسية الأخرى. هذه الفقرة يعني، والمفروض أنه تحكم بطرف واحد يعني من الأب، أنه إذا ولد يصير له جنسية يعني. ماكو قرار يسقطون الجنسية مثل ما كان النظام السابق يسقط الجنسية العراقية عن بعض الشخصيات يكونون هم عراقيين يعني. على العموم هاي بعض الحقوق اللي يكفلها الدستور العراقي طبعا، لكن هو هذا كلام على ورق، يحتاج رقابة من السلطة التشريعية، يحتاج مؤسسات المجتمع المدني، يحتاج مطالبات كثيرة لفرض على السلطات التنفيذية ومراقبة المحاكمات. ضربت لكم مثال هاي حادثة جبلة في المحاضرة السابقة، أنه لو ما أكو ثورة إعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي كان أنه غطوها، كانت غطوها الجريمة وانتهت يعني، ما طالبوا بها أحد يعني، بس صارت مطالبات اضطرت الحكومة أنه أدي الوضع. طبعا ترك الكلام بها حاليا، شغلة الناس بأمور أخرى، فماكو يعني حتى سلطة الشعب هم يعني ما تستمر هواية، يبرد عادة المجتمع الرأي العام فترة يعني، يفور بسرعة ويبرد بسرعة، ينشغل بقضايا أخرى، لأن يعني مبتلين بأمور كثيرة يعني، كل مشكلة نفس المشكلة السابقة. لكن إن شاء الله بارك فيكم يعني، طالبون حتى حقوقكم في الجامعة، حقوقكم لايك جيد، إحنا نرتاح لما شخص يطالب يعني. أحد الطلبة يوم من الأيام يعني كان درجته قليلة، نزل لي هو رسالة يعني كتب بها خذي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، خطاب مال شلون مال سحرة بعد أنا منه لفرعون يعني. قلت له يلا تعال خلي أتحدث الأساتذة، قلت له أعرض كلامك يعني. فقال أنت كذا وكذا مثلا، قلت إنه هيك شيء وغير شيء، فهمينا طرحت أنا حجتي قدام الأستاذ الآخر. الأستاذ الآخر طبعا شوي يعني ضاج لما شاف طالب يعني أنه
يعني هيك مثلا يطالب استاذ، بس انا قلت له لا يعني ارتحيت، انا سمت له انه اجل مرتاح انه القي شخص هيك يطالب بحقوقه، يعني انا ما يهمني اعملهم بعاطفه وهذا الشيء. فبعدين هو وضحت له للشخص والاخر على انه ما ظالمه يعني هيك، لكن كانت شيء حلو بالذاكره انه يحس نفسه يعني انه يقدر يطالب بحقه وغير شيء. قلت جيد انه قدرنا انه نزيل الحواجز الخوف والهذي يخاف يعني ما انتقم منه، وهذه هذا شيء جيد يعني. هاي الانجازات تبقى، انجازات البقيه مثلا والله هذا مثلا خلينا نقول ما عاملني باحترام وهذه، هاي لا شيء يعني. المهم انه هو يصير عندك انسان حر، انسان يحس بالكرامه، يغضب لكرامته، يطالب بكرامته. ما تصير هيك يعني شعب كامل، يصير شعب قوي تنحفظ الحقوق يعني، وحتى حقوقي انا هم راح دول يطالبون لي بها يعني. فهذه المادة النظرية، وراح شنو نفتح الباب لمناقشاتكم لإضافاتكم. فإذا حد عنده سؤال خليه يتفضل بقية المحاضرة نخصصها للمناقشات، لأن الموضوع نحتاج نناقش فيه كثيرا يعني.